بسرعة. في إطار الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى وككل سنة تتجند مدينة الدار البيضاء والفاعلين في قطاع النظافة على مستوى المدينة في محاربة الأزبال الصادرة يوم العيد، حيث تم جمع السنة الفارطة 31 ألف طن من النفايات. وهذه الاستعدادات هذه تتجلى لنا في العديد من المحاور، أولها محور لوجيستيك الذي قمنا بتجنيد 8500 عامل نظافة و 880 شاحنة لجمع النفايات خلال الثلاث أيام العيد، يوم قبل العيد ويوم العيد وثاني عيد. كذلك هناك استعدادات على مستوى المطرح العمومي من خلال توجيه الأرضية لرمي النفايات واستقبال الشاحنات العديدة التي سوف تقوم بجمع النفايات من مدينة الدار البيضاء نحو مطرح النفايات من ديونة. ستقوم شركة الدار البيضاء البيئة بمحاربة المضار خلال فترة العيد، وذلك بالتعقيم وتطهير مطرح النفايات بالمواد المعقمة وبمواد التطهير. كذلك قمنا بعملية تحسيسية أسبوع قبل عيد الأضحى، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الوطنية. هذا بالإضافة إلى توزيع أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل مبلغ 120 طن هذه السنة. وهذه البلاستيكات هذا البلاستيك هذا توزع مباشرة على المواطنين مع عملية تحسيس قريبة من المواطن. كما نأمل من المواطنين مساعدتنا في جمع النفايات خاصة يوم العيد، أن يجمعوا نفاياتهم في الحاويات في مطرح رمي النفايات أو وضعها في أكياس بلاستيكية لتوزع مباشرة على المواطنين عن طريق الجمعيات المحلية العاملة في قطاع النظافة وقطاع والمتدخلين من المنتخبين ومن سلطات محلية ومن شركة التنمية المحلية. كذلك لنا طلب من السكان أن يساعدونا في خلال يوم العيد، وذلك بوضع نفاياتهم في مطرح وضع النفايات أو ووضعها في أكياس بلاستيكية مع حكم الإغلاق. هذا بالإضافة إلى أن يقوموا بإخراج النفايات في ساعات مبكرة، أي بعد الساعة الثانية بعد الزوال، يعني بعد الذبح، لنتمكن من تفريغ مدينة الدار البيضاء من النفايات في أقرب وقت ممكن.